في حوارنا اليوم نلتقي مع السيد الهادي البكوش، الصندوق الأسود للحياة السياسية في تونس، الرجل الذي عمل طوال سنوات مع الزعيم الحبيب بورقيبة، ثم عمل مع الرئيس زين العابدين بن علي الرئيس المخلوع، ثم لنجده مرة أخرى أمام التاريخ يوم 14 جانفي، يوم قدم نصيحة هامة للسيد محمد الغنوشي الذي كان مترددا في القبول بمنصب الرئاسة، فكانت المكالمة الهاتفية الحاسمة والتي أنهت ترددا وأنهت مرحلة وبدأت مرحلة أخرى. سيدي هادي بكوش، دعنا ننطلق من البداية. ربما هذا السؤال يهم جيل كثير من الشباب التونسي الذي لم يعرف بورقيبة. أنت عملت طوال سنوات إلى جانب بورقيبة في عدة مراحل من الحياة السياسية في تونس. من هو بورقيبة؟ وعادة الناس يقولوا بورقيبة، كما في البلاد الغربية يقولوا دوغول، شرشل، أدناور، التسمى المهذبة. هو رئيس الحبيب بورقيبة، تسمية تظهر لي أنا أهم المجاهد الأكبر. إلا التسمية هذه ارتبطت بها من قبل أحداث 9 أبريل 1938. يقال أول من قالها هو المرحوم رشيد الدريس. نخيل المجاهد الأكبر لأن الصفة الأولى والأساسية لبورقيبة هو أنه مجاهد. الآن دعنا نتحدث عن بورقيبة ما بعد الاستقلال. كيف مثلا اختار السيد بورقيبة اختار السيد هادي بكوش؟ يلزم الإنسان يتحدث بشيء من الأطناب بس الشباب اليوم يفهم العلاقات ما بين المسؤولين المتوسطين وما بين القيادة. مش كما تو حياة سياسية عادية. أنا أحد الناس كنت نعرف بورقيبة يمكن عمري 14 عام، كنت في بلادي ماشي في هجرته للشرق، توقف ليلة، كانت عندي علاقة مع المسؤولين الدستوريين، بات غادي في الصباح حجم، بحيث كنا صغار تعلق الأول. من بعد رجع من مصر 49، كنا من الشباب اللي اقتبلناه، ومن غدوة قعدنا في تونس، بتنا في تونس وقبل الأفود في تونس. من وقتها من 49 حتى 52 وهو يتجول من مدينة لمدينة، وأنا كنت ذاك الشعبة في سوسة في 50، ولاهي في الشباب الدستورية جولاته في سوسة، في قسالال، في تبولبة، دائما ابدا احنا نظمهم، هو يمشي والشباب معاه في الاجتماعات، بحيث يعرفنا شخصيا ونعرفوه من قريب. بعد الاستقلال الداخلي مشيت فرنسا كطالب، وكنت في الجامعه من الاول نائب رئيس، من بعد رئيس الجامعه. الفرنسيين وقت اللي سيبوه بعد ما فاو في لاكوا في عزله تم، جابوه لعمي، كنا بعيد على باريس، نمشيو حداه ونباتوا. من بعد جاء في شانتي حدا بائيس، كنا نعملين معنا تناوب، البعض منا يبات هناك حراسة. ومن بعد ديما يجي البائيس، في كل ما يجي نستناو في المطار، يعمل اجتماع، لقاء، حفلات. كنت أنا بصفتي جامعة نحضر في اللجان الملية، المجلس الملي نقول، دائما بدنا فماش ما نجيو. وقت كان في اول جوان، دار اول جوان قبل ما يمشي الكارتاج،
ونجي لابد قاعده معاه مطوله، خاطر هو يقبل ومطوله وفطوم يقبل. العلاقه مع بوقيبه والاجتماعات لما رجعت تونس، سواء كنت مسؤول في ولايه سوسه والا كنت مسؤول في اداره الحزب، الاجتماعات العامه ولا احنا حضوها اما بالطلبه ولا بالشباب، معناها نجيو بحيث وقت اللي خذينا الاستقلال الكامل بوقيبه يعرفنا معرفه جيده واحنا نعرفوه معرفه جيده. قلت لك كيفاش يختار؟ هو كيفاش اختارنا احنا باش نكونوا في الحزب مساعدين، انا كنت مساعد مدير الحزب لانه يعرفنا قبل معرفه شخصيه. ومن بعد احنا في إدارة الحزب ومن وقتها كان يخمم يقول الولاد اخترناهم من الاول من كبار المقاومين الى خارجهم من السجون. جاء الوقت باش ناخذوا جيل نتاع ناس كملوا التعليم العالي نتاعهم ومنظمين، عامين قعدت مساعد مدير الحزب اما معروف من وقتها يتحدثوا الا انا واخوان اخرين عبد السلام القلال ومجي كالي مديرين مساعدين مبوبين باش نكونوا ولاد. والقرار هذايا ما اغضبش المناضلين؟ لا، خاطر هو ياخذ وقته، معناتها احنا في ذات الحزب كل مبوبين باش نكونوا ولاد، ولاد المبوبين باش نكونوا وزغه. انا قال لي ما باش تكون بعد ما صحتش، بالنسبه ليه يتبع في المناضلين في مختلف المسؤوليات اللي يعطيها لهم ويحضاهم الى مسؤوليات اخرى، بحيث معنى يقول القائد عندي مسؤوليه والي معروف انا وولاد اخرين الا ما احنا قادمه وهو يظهر لنا لازم نتحمل مسؤوليات وزاريه، بحيث الاعداد للمسؤوليات الاولى من طرف بوقيبه اعداد جيد ومتين. ولو حاجه عن بوقيبه، انا كنت والي مع بوقيبه، كنت مسؤول الحزب تاع بوقيبه مساعد مدير حزب وكنت مدير حزب، حاجه لازم تقول كل جمعه نشوف معناها في المسؤوليه الكبيره اللي بوقيبه يعطيها قيمه هي الولي. يقول الوالي اهم من الوزير في النظام السياسي، الوالي هو الحلقه الهامه في هذا النظام. يقولها بصحيح العباره قدام الوزراء، الوالي اهم من الوزير. نائب في الجهات، يا ويلي للوزير الا ما يقبلش الوالي الا ما يتفهمش مع الوالي. وفي كل شؤون الجهه وساعة اكثر ديما نشوفوه بوقيبه يتحدث معنا في المسائل القوميه، بحيث بالنسبه ليه السند والدعامه نتاع النظام هو الولي. الوزير في اختصاصه، اما الولي عنده كل اختصاصات، بحيث لازم تقول النظام تاع بوقيبه دام على بعض اسس منه مكانه الوالي في الجهه. والوزراء نتاعو هل يختارهم على الولاء ليه والطاعه ليه والا الكفاءه؟ ابو جيبه بن حاول باش يختار ناس اصحاب كفاءه. اول الجماعه اللي سماهم في حاجه اساسيه المسابقه في النضال، حيث الحكومات الاولى نتاعو خلى ناس باهي الاضغم المنجي سليم الطيب المهيري معنا احمد المسيري، معنا ناس ساهموا في النضال. لازم نقول لك المقياس الاول هذوما سميتهم لي الكل صحاب اصحاب شهاده عليا هذو لا مش كل تقريبا مش كل معناها لا اهم شيء في لول الحقيقه المقياس الاول هو النضال.
واللي يعرف تاريخ الحزب ودوخ الحزب من مشايب مختلفة كلهم حزبيين. معنا في وقت من الأوقات كان محمد المصمودي طيب مهيري أحمد المسيعي جيل قبله البهير الغم ساق قدم زاد جيبعة الحقيقة المقياس من بعد شيئا فشيئا المقياس ارتفع والشهيد احنا في الحقيقة السيطرة ساعة لساعة وقت يجيب لنا وزير علاقته مش ثابتة بالنضال وأكثر شهادة أكثر من مساهمة في الحركة الوطنية ندوم متقلقين. أما المناضلين في وقت من الأوقات أفاو التجأ إلى كفاءات عديدة تسموا في الوزارات أو الأمر لما تسموا ما مستطرة ما مش مناضلين. من بعد شيئا فشيئا عندما دخلوا في الحكومة وفي حكومة بوقيبة ولو سموا على الحزب وبوقيبة ولا كلفهم مسؤوليات حزبية ودخلهم حتى في الديوان السياسي. أما أول أمر لأن الحكم في تونس بدأ بالدستوريين بدأ بالمناضلين ولكن شيئا فشيئا تفتح للكفاءات وناس إلى ما كانش عندهم علاقة بالكفاح قبل الاستقلال. بالطبع في تعيين الوزراء فما منها تقدر تقول اعتبارات شخصية اللي يعرفوا يسميه قبل ما يعرفوش أنا وبالأخص طالب وجيبة في الحكم الناس اللي مؤهلين لتقلد مسؤوليات وزارية ما نجمش يكون عارفه. هو يعرف محمود مسعدي مثلا يعرفه محمود مسعدي يعرف حبيب العريس حبيب العريس من الشباب الدستوري كان حبيب العريس معنا في جيلي كنا فاض كنا مخضرمين كنا في الحركة الوطنية قبل الاستقلال وبعد بحيث أما فما دون حبيب العريس يسمى الناس معروفين أما عدد كبير من الوزراء ما كانش عارفهم قبل وعارفهم وفيهم الحقيقة من الناس إلا المسؤولية كانوا في مستواها مثلا خذ مثال شد العياي مثلا تحمل مسؤولية الطابع ومسؤولية التخطيط كان في المستوى ما كانش يعرف قبل مثلا أما كان من الناس إذا دخلوا في الجهاز الحكومي وما كانش يعرفهم يستمع من جيبة إلى الناس المحيطين به كما الباهر أضغم وكما الطيب هاي ويستمع كذلك إلى الناس عنده ثقة فيهم. أنا من الناس اللي كان عنده جو في تعيين وزارة يطلع الشد الأزرق العيون فما زوجته ماجدة وسيلة لتفهم العباد وعندها علاقات سهلة مع كل طبقة سياسية قولها له وزن. بشير زرق العيون لأنه كان مناضل وشد الحبس وعنده محبة لبوقيبة مش محبة شخصية لأن فما بوقيبة كون طبقة عشرات من الناس في مستويات مختلفة أحبوه إلى الموت معناها شافوه في الحبس وشافوه بعد فما تعلق شخصي
مطلق بعد عشرات تقام في المحلات في الجهات، ولكن تقام في تونس من الناس اللي الصيلة بتاعوا بهم تواصلت. هو باش يراجعون، فما واحد كان كيفه بحسن جاد توفى من مطوية، في كل بقعة عنده ناس متعلقين به. بشير لاجعون كان وفيا له، يقعد معاه يتحدث كما كانوا يتحدثوا قبل الاستقلال ويسمعهم، مش يتبعهم ديما، أما رأيهم عن ما نتصورش إلا الناس تحملوا مسؤوليات أولى في عهد بوقيبة. ما كانش بشير لاجعون رأي فيه. السيد هادي البكوش تحكي توا نسمع فيك تحكي باعجاب كبير ياسر بورقيبه، معناتها اشتغلت معاه وحب كبير ياسر تعلق ياسر بورقيبه، لكن هذا ما يمنعش انك معناتها ساهمت في كتابه بيان 7 نوفمبر. تعتبرهاش هذه خيانه لبورقيبه؟ لا، لان النيه نتاعي الحقيقه بورقيبه بالنسبه لي هو محارب تونس، هو باني الدوله. مع الأسف منه من المحيط رغم المرض ورغم الكبار واصل مسؤولية، وهم كل يقنعوا فيه لفايدتهم البطانة باش يواصل، وصلوا باش قنعوه يكون رئيس مدى الحياة. والخطب اللي عملهم بوقيبة للتنديد بالحكم مدى الحياة من عديدة بحيث هو بنفسه يتبدل زيد رئيس كبير مريض معاش عنده نفس طاقة معاش في مستوى المسؤولية. وقتها الإنسان رغم المحبة تونس ولا بوقيبة؟ أنا بالبيان وبالتغيير حقيقة نيتي أنا وأنا بوقيبة مش يلقى مكانته واعتباره. وفي الظهر عايز بن علي عمل شوي في الظهر، أما بلغنا من بعد إلا السلوك ما كانش في مستوى ما أردته في بيان 7 من نوفمبر، صحيح هذا، ولكن التغيير عن وطنية ومحبة لتونس واعتباءً لمظاهر العجز المتعددة كان لابد منه، بدليل وأنا زوجته السابقة وأنا ابنه وانا باش يزاق العيون وانا كل المعارضة وكل كان تراجع 7 من نظامه كلهم باركوا التغيير، كلهم يحبوا بوقيبة، أم كلهم يعرفوا وانا جاء الوقت باش ياخذ تغيير في تونس. كيف تم اتخاذ هذا القرار الخطير معناتها ازاحة بورقيبة عمليا يوم 6؟ ماذا حصل يوم 6 نوفمبر 87؟ كيفاش تمت العملية؟ كيفاش تم الاجتماع؟ كيفاش استفيقك بن علي وحكي لك كونه راهو يسعى إلى تنحية بورقيبة؟ معناتها ما كانش يخشى على حياته، معناتها ممكن تخبر بورقيبة وتعلم بورقيبة كونه بنوايا بن علي؟ لا، هو لا، هو من مظاهر الضعف، وأن الخلافة أصبحت موضوع حديث كل الناس في تونس، لأن ظاهر وأن موقع رئيس ماهوش مليان كما يجب، والناس اللي عندهم طموحات في الخلافة عدد كبير يكسروا بعضهم. وقعت محاولة أولى يبعد بيضهم كان يكون الخليفة، وقعت محاولات عديدة ليبعد هدي المياه حتى لا يكون خليفة.
شكون اللي قاعد يقوم بالمحاولات هذه؟ وي في عنا سنوات في تاريخنا السياسي، وعنا من حنت يتولى لهذه النهاية المسؤولية، فما من اشتغل اللي تهيج الشارع ضده واللي خلق صعوبات وعائقين ليه مش بوجب يتخلص منه. ما هو معروف مع تعريف في تلك الفترة كونه وسيلة بورقيبة لم تكن راضية على هذه الميرة. لا لا، هو ما خفيش عليك، أنا من تمنياتي وقتها، أنا كنت مع هذه الميرة وكنت نشوفها، من تمنياتي أن تفق هذه الميرة مع سيدة وسيلة، لأنهم كانوا الاثنين قادرين باش يتواصل الحكم بتجدد. فما احتياجات متاع سيدة وسيلة مش هي باقة، فما ناس اخرين كانوا محتاجين، وفي الاخر ما كانش متفقين، مشاو الاثنين، واحد مشى بالمرض والاخر مشى والاخر مشات بوقيبة كان في صحته كان في راحة من عقله، ما يسلمش في وسيلة الحقيقة، معناها مهما كانت اختلافات في النظر، معناها على خاطر ما عندكش فكرة إلى أي حد بوقيبة أحب السيدة وسيلة، كان يحبها إلى أقصى الحدود، وكانت في الحقيقة سهلت له حياته وكانت عونته. الخلافات حول الخلافة دزت بوقيبة أو جماعة سعيد السيسي، منهم سعيد السيسي وهي أساسية، بس بعدوا عليها جامزالي، ذلك النجم يكون خليفة، معناها نزاعات حول الخلافة، فمشكوم يحبس نزال يكون هو الخليفة ويظن نفسه مؤهل أكثر، هذا بالأخص يمكن سعيدة وفما منصور السخي وقتها في التالي. وبعده بحيث في عام 87 سمحنا نرجع لسعيدة السيسي دورها أيضا، أبعدت الخلفاء المحتملين البرجيب، أبعدت وسيلة معناتها من البداية لأنها هي ممكن، من بعد هناك كلام عن كونه كان بن علي على علاقة بسعيدة، معناتها في الحقيقة وقتها هو أخي سعيد وقتها معناها ما كانش هو المبوب، لأن بعد اللي بعد مزادي جاء شصفاء، دونك شصفاء قبل زين بن علي، كان محمد صياح إذا كاد يكون هو الخليفة قبل مزالي، من بعد بوقيبة قال له خلي مزالي توا من بعد أنت، كان هذا من عنده مكانة في الحزب وكان عنده طموح، كان الصغير بنفسه عنده طموح، كان محوم لهدي مبوك له هذا، معناه يأيد في هذا ولا هذا ما نعرفش، ولكن كان هو أنا بنفسي كنت مدير حزب، معناه بعد ما مشاو الكبارات هذهم كان ممكن زاد، معناه بحيث وقتها الزين ما كانش في وضع مترشح أو مبوب أو مؤهل، وقت اللي مشى شصفا بوقيبة نحاه زاد في معناها أنا نقول في غلطة، معناها شصفا يعرف الاقتصاد ووطني ومتسدد في الوطنية متاعه، ما كان بوقيبة أن يبعده وأبعده بطريقة مش باهية، وقت اللي مشاو هذوما الكل سعيدة
أخذت بيدها زين بن علي. خلي يعرف الشباب يعرف الجيل الجديد شكونها سعيدة، نحكيوا على سعيدة ساسي، شكونها سعيدة ساسي؟ سعيدة ساسي هذه بنت أخته، فما بنت أخته أخرى أهم منها شادية بوزقه، كانت مناضلة كبيرة وحازمة تدابعوها، قعدت هي تسايس خالها ولا هي بيه، ممكن أكثر من لازم حتى تمشي في كل ما يطلبوا كل ما يطلبوش. أنا عندها فكرة اللي تعبد بيسة تحب ما تفرهدوا معنا هاك العذاب هاكي تزعلوا شوي عن حسن نية ومحبة فيه، ولكن مش في مستوى باش تاخذ تهم الدولة. المهم هي مشات في زين، ولا ساعد زين الحقيقة، ولا ساعدوا هذا زاد الناس تعرف علاش، وجيبة قدامه ناس، قدامه السياح، قدامه معناها أنا كنت مدير حزب وكان يتكلمني كلام كبير. علاش في الأخر بوجيبة اختار إنسان عسكري، وبوجيبة عنده فكرة بأن العسكري ما يلزمش يدخل في السياسة، يبقى في الثكنة، يبقى في مهامه العسكرية، معناها ما يتمشاش مع اختيار بوجيبة، ما يتمشاش مع نظرته للحكم، مع هذا سماه وزير داخلية باتفاق مع مزاري وسماه وزير أول. علاش؟ بوجيبة قعد عنده الفكرة وأن زعيم الأمة وقايدها اليوم وغدوة، وظهروا وأن فما خطر يهدد تونس هو الإسلام السياسي، وبالنسبة ليه لازم مواجهته، ويعتقد وأن الاتجاه هذا خطير جدا. وبوجيبة على علمك من الزعماء القلائل اللي عنده معرفة دقيقة للحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي. بوجيبة نجم يحكي لك مثلا على الحروب الصليبية، معركة بوجيبة يعرف معرفة جيدة، ويعرف الإخوان المسلمين، يعرف في مصر. أما المهم تكونت فكرة وأن الاتجاه الإسلامي قد يعيد تونس إلى الوراء، وأن الناس اللي حوله ما همش قادرين باش يوقفوا الخطأ هذا. يقول لنا ما تنجموهمش بعد، وفي باله هو في عمره ما زال قادر باش يبعد الخطأ نتاعهم. حطوا له في باله واعتقد، والزين بن علي عاون على هذا، وأنه هو أكثر المسؤولين مقدرة على القضاء عليهم، بحيث عنده فكرة يحب يقضي عليهم، عنده فكرة إلا الناس الأخرين ما نجموش، وأن زين العابدين تكوينه العسكري وانضباطه ينجم به هو اللي يقضي عليهم. هكا علاش مشى بوجيبة. لما في وقت من الأوقات الخصوم تاع بن علي بلغوا البوجيبة وأن ما ظهر لك من عبد بن علي وأنه أشد الناس عداء الإسلاميين وأكثرهم مقدرة على مواجهتهم، وصحيح وأنه
لا يظهر لك الحقيقة. لما بدأ بورقيبة يفكر أو أقنعوه وأنه ما هوش رجل اللي يعتقد، خمم في إزاحته. لما خمم في إزاحته بلغ الأمر لبن علي ودفاعا عن النفس ومحافظة على الموقع، فضحت عنده فكرة يخرب بوذيب. أنا على اقتباهي معاه جديدة مش قبل ولو محفظة بلاد قعد 15 عام، قلت له نشوفه اللي يشوفني ما نعرفوش، ولكن كنا جميع وقت نزالي، كنا جميع وقت نميرة، أنا كنت مستشار خاص وما عندناش خلافات شخصية، وبالأخص وقت اللي كنا سواء مع نميرة ولا مع مزالي ما كانش فهمت فكرة إلا مش ولي حاجة أكثر مني أنا، ولا ما كانش، أنا كان عنده موقع أنا علاقة به. لما شعروا أن يمكن اشتقع إزاحته وقتها جاء الحبيب عمار ولي أنا وعرض علينا الوضع الخطير اللي أصبح عليه في بيرو هدايا ولا لا؟ في داو، في داو، في داو، نعم في داو. وقتها الشيء اللي يتردد وأن رئيس بوقيبة ما بقاش قادر على الحكم، جاءت الفكرة باش يتولى حسب الدستور شفت وزير أول الخلافة ونظمها عسكريا، وأنا تلهيت بس عملت البيان إلا ما أخفيش عليك أنا سواء مع هادي نويا ولا مع مزالي وحتى مع بن علي دستوري وطني، أما عندي فكرة يجب نصلحه يجب نجدده والحزب يجب نثور في وسط الحزب. عملت البيان تاسم النظام لأنه يسمح باش نجد الحزب باش يبدأ أكثر ملائم على الأوضاع، بندخلوا فيه ديمقراطية وباش ندخلوا كذلك في البلاد التعددية والديمقراطية والتداول. هذا قلنا، لكن حبيب عمار يقال أنه أصر على حل الحزب. لا الاجتماع ذاك لا ما ترحلش بكل الفكرة قبل حل الحزب. قبل 7 من نظام ما كانش فيه فكرة تحل الحزب، لأن وقتها هو بن علي في خطته ويحب يكون رئيس ما يساعدوش باش يكون في نزاع مع الحزب، وكان يتودد للدستوريين، فمش فكرة حل الحزب، بالعكس النية متاعنا الحزب مش نعرف من شأنه باش يبدأ الحزب عصري قديم، لكن حزب عصري. لكن جت فكره في الاثناء تقريبا في الاشهر الاولى من وصول الرسول أيوة. تكوين حزب رئاسي وقت ولا رئيس، وقت ولا رئيس جوج مع حوله وقت مشكله منصر الرويسي وحموده بن سلام. انا النية نتاعي الحقيقه اصلاح الاوضاع، تفتح، تعدديه، ديمقراطيه، وكنت مؤمنا متحمسا لذلك، وهو يضاهى وانا ماشي في الثنيه هذه. هذه الفكره بدات من الاول. بعض اشهر عملنا لجنه مركزيه قالوا نبدوا اسم الحزب، نقاش طويل انا وياه. من بعد نجمنا تناقش انت وياه؟ لا يعرف يتناقش، يقول معناتها بورقيبه مره قال ما هذا اول في الاول اللي قال لي به قال هذا شنو البكوش اللي جبته لي، يعرف يتناقش بن علي يتكلم؟ لا لا بالطبع هو مسؤول، هو كان مسؤول ويحب يبدل. قلنا ما يجيش
كسب قليل البلاد اللي عندها حزب كما الحزب بتاعنا تلائم مع كل الاوضاع، حزب بتاع مقاومه بتاع بناء، ما لازمش نحيوه، نصلحوه، ندخلوا في روح جديده، نفتحوا للشباب، ما لازموش. اتفقنا في الاخر باش نخليه في الاقل كلمه دستوريه. هذه المحاوله الاولى. وقعت محاوله ثانيه، محاوله ثانيه لما الانسان يصبح رئيس تتكون بطانه حوله ويحاولوا يزعلوا منه، معناها الشخصيه الاولى والكبيره والبطل. شكون هالبيطانه سيدي؟ هو البيطانه نتاعو، فما بيطانه فكاهيه وفي بنات حاولوا مصالح خاصه من الحقيقه، معناها يقال ان اكبر البيطانه هي من اهم بيطانه، معناتها من اهم شخصيه في البيطانه هذه هو كمال الطيب، صحيح هذا؟ كمال ايه؟ كمال نشيط في السياسه ولو ما عندوش مزاجيه خاصه، يقاغب ويعرف ويحب يكون عنده جاه. من الناس اللي قبل ما يولي سخى كل امكانياته باش يقنعوا انه كفء وانه ينجم يكون. وقت ولى كل يوم كل ليله يشوفوا هكا باهي وكا مش باهي، كان عنده مش كان هو تأثير كبير عليه، حيث حتى أنا قعدت أقل من عامين قلت له أنا في النهار نخدم الدولة وفي الليل اللي يجوك جماعة تحطموا في الدولة، قلت له بصراحة. أنا بحيث مع بن علي أنا نتكلم بدون أي معناها تكلف، لا معناها بكمل الصراحة. هو عموما يقول له وطبيعته يسكت وما يطبقش. كنا نتكلم وفما زلمة من الناس اللي يشوف وانهم يتحملوا مسؤوليات وياخذوا مناصب بالتقارب له، وهو وقت عمل حكومته والدائرة نتاعو فما الحزب، لكن حاول باش يتوسع ويتفتح لتيارات أخرى وتوجهات ماهيش دستورية. وأنا ما كنتش مع، بالعكس أنا كنت مؤيد بس الدولة تكون مفتوحة لكل التوجهات، ولكن بعض من الناس إذا قاربهم، ولا ما خفيش عليك أنا كنت عندي أصدقاء منهم وكنت مؤيد باش يكونوا، أما حبوا يعملوا خطوة أخرى يقول لك احنا الحزب هذايا حاجه قديمه وزن بن علي ولا حاجه كبيره، اي نعمل حزب غير ايش مصر الرويسي يتزعم الفكره هذه، مصر الرويسي ولا هماسي وعملوا خدمه هذه. انا الحقيقه معناها كان ردي عنيف وشديد، وكان تم تاني من وقتها ان انقطعت معه، انا بكل الوسائل أنا قلت له هذا يستحيل دون كونه حزب ماشي وبدنا نطوه تقضي عليه تعمل حزب جديد. قلت له حاجة ثانية، حتى إذا كان عمل حزب جديد قلت له ما ينجحش، قلت له حتى كان عمل حزب جديد وقتها بالجماعة اللي يقولوا عليهم قلت مش سهل بس تعمل حزب، الحزب بتاعنا عنده تقاليد وتقنيات بتاع 8 عام، مش تعمل حزب جديد كيفاش؟ هاك تشوف انت الحزب الجديد كيفاش؟ بحيث هغمى انفه
ورغم أنف بعض من نصحاه ما خليناش يعمل حزب جديد. سي الهادي قلت بكري كونه معناتها كانت يعلن على مواقف من الإسلاميين زمان بورقيبة لما كان وزير أول وزير داخلية زمان بورقيبة ولكن كانت عنده وجهة نظر أخرى للإسلاميين. أنت وزير أول السنتين الأولانيين مع بن علي، هل كيفاش تم نظرته للإسلاميين في الفترة هذيك اللي كنت أنت مع تقريب منه؟ هو ليس من الصحيح أن نقول هو ضد الإسلاميين بصفة خاصة، لا، هو نائب الأمن عسكري مضبوط، سياسة الدولة تقاوهم يقاوم، ولكن ما عندوش حاجة شخصية. أقول أكثر من هذا، كان ينجم يتعاون معهم، وفعلا احنا بعد 7 نوفمبر عملنا عفو عام وخال الناس كل من السجون واعتراف الأحزاب وسام في الانتخابات وحصلوا 17 ولا 18% إن أول مرة حزب معارض يحضر في تونس، وعدناهم باش يعملوا حزب. كنا متخوفين من أن يثير مشكل في قانون الأحوال الشخصية. الشيخ خالد الغنوشي كتب في الصباح وأن ما عندهمش فكرة في الاتجاه الإسلامي باش يراجعوا قانون الأحوال الشخصية. الاسم الاتجاه الإسلامي قلنا مش باهي، قال ناخذ اسم النهضة، بعدناهم وشاهوا. هل التقى راس الغنوشي بن علي؟ التقى أول لقاء أنا وياه، كنا ثلاثة. ها؟ إلا فما بعد ما عمل تصريح للصباح يعترف ويساند قانون الأحوال الشخصية ويعلن عن تغيير الاسم يمكن يكون حزب على أساس يقول له هذا ولا يشكو على هذا. وكان لقاء كنا ثلاثة بالطبع وقت الشيخ معناها كان مستنجب رئيس بن علي، بالعكس مستنجبه ياسر وخايف مني انا على اساس خلفيتي الدستوريه، قد انا واضح الدستوري هذا. بعد ما مشينا في الخط يقع الاعتراف بحزب النهضه، بعض من حوله اما لاسباب شخصيه وسياسيه ولا اسباب ايديولوجيه حتى وزهم من حول شكون حول الغنوشي بن علي، قالوا له اذا كان مش يعمل حزب لازم يكون حزب كبير ويكون مخطئ، وتراجع. تحدثت انا وحتى مع الديوان السياسي ويعرفوا اعضاء الديوان السياسي مش كون عندي علاقه خاصه بالاسلاميين، بالنسبه لي فتحنا عهد جديد في تعدديه وعدناهم فمش علاش نتعاشوا. وتعرفوا النتيجة متاع 17%؟ وانا ما اخفيش عليك، احنا الظاهرة الإسلامية النهضة الإسلامية بصفة عامة أو الصحبة هم يقولوا الصحبة الإسلامية وما كانت الدين في المجتمع بصفة عامة الظاهرة هامة عندنا وفي بلاد كثيرة، لابد من تتبعها. وانا اعتقادي وقتها وتوا نخليهم ينشطوا في نطاق القانون، المقولة نتاعهم تكون اقرب الى الواقع وينجموا نبرزوا منهم طبقة سياسية تفهم الدنيا وتفهم العالم ولو عندها مرجعية إسلامية، بحيث باش يكون عندهم حزب ولا حزبين
يساهم على إبهاس نخبة وطنية سياسية مع النخب الأخرى ساهم في ميناء الوطن، حيث كنت أنا مؤيد وكان عندي خلاف في الموضوع هذا. وسنت أنا الحقيقة هما إلى آخر وقت ما حبش أكثر من هكا. بعدي أنا دخل روحه وقال دخلوه في صراع عنيف استعمل فيه الشدة لما كان مع بوجيبة، وبوجيبة كان واضح ضد الإسلاميين ما استعملش القساوة في القمع. بحيث وقعت الحقيقة معناها حتى مع اليساريين الحقيقة أما وقعت مبالغة في قمعهم. سي الهادي البكوش راشد الغنوشي يعاود يرجع لك مرة أخرى بعد 14 جانفي. يبدو أن السيد محمد الغنوشي كان متردد، الوزير الأول اللي متردد في السماح للسيد راشد الغنوشي بالعودة إلى لندن، ويبدو أنه استشارك في الموضوع هذا. لا، محمد الغنوشي مشكلة محمد الغنوشي وأنه إطار سامي ثقة يفهم مليح الاقتصاد، أما ما عندوش ميول للحكم، ما عندوش اهتمام خاص بالسياسة. يلقى نفسه في 14 جانفي هو المقدمة. كلمني أنا هذا نهار 14 جانفي قبل ما يلقي الخطاب نتاعو. لا، أنا كلمني بعد يلقي الخطاب نتاعو، أنا كلمني نهار 14 بعد نص الليل. صار ما صارتش مكالمة أقنعته باش يمسك بزمام السلطة؟ ما صارتش مكالمة بينك وبينه؟ وقعت مكالمة، هو كلمني يوم 14 هقدت أنا بعد نص الليل، يطلبني في التليفون يحكي لي شقع هو حكي لي وكيفاش قالوا الفؤاد بزع بشكل ايه معناها كيفاش في اخر وقت كيفاش سمع يعني مشى كيفاش عمل الختم بتاعه. انا قلت له يا سي محمد دخلنا في عهد جديد ويزم حالا ننتقلوا من فصل 56 الى فصل 57 ننتخبوا رئيس. جاوبني في التليفون حق التسجيل موجود عندهم وأن فؤاد بزع المبوب قال أنا من نجمش. وكلام محمد الغنوشي يقول اتصلت بحامد القاوي، وحامد القاوي كلم فؤاد بزع وأقنعوا 80%. كلمت أنا حامد القاوي قال لي مش مقتنع 100% عم باي باش تتكلموا. وأنا كلمت فؤاد مبزع وقلت له يوجد نفسه في بعض الأحيان في وضع صعب ولكن مجبور باش نتبعوا الدستور باش تقبل. قال مليح، وكلمت محمد الغنوشي قلت له قبل ونبدلوا ننتقلوا الفصل 57. بحيث انا بالنسبه لي من حين المشاء بن علي عهد انتهى ودخلنا عهد جديد. وقلت حاجه ثانيه تاريخيا، قلت انا مع في مساهمتي في 14 جانفي هذه هي الحاجة الأولى. كنت من الناس، ما كنتش وحدي، محقق في السنة قبل العيد في 8 تكلمت بصفة واضحة وأنا ما سمعت كلام. قلت له حاجة ثانية، لما دخلنا عهد جديد أنت في حاجة إلى رأي كبار رجال القانون، استحسن فكرة حتى بدي نسمي له. أنا وقتها خممت على السرق بالعيد
فتح عمر مرحوم عياد محشور قال لي اللي تعمل منيح نقابل المغود بالسبت ما في ساعة. كلمتهم هو مالي الساعة عملني تليفون قال لي أنا لهي بتكون الحكومة. ماذا بيا كان في عمري ساعة يجوا ثلاثة وفعلا قلت لهم ثلاثة ومسوي ثلاثة. نيتي أنا ماشي على الأسس متاعها جديد كيفاش تفعيل الدستور. أنا الدستور فماش حاجة نبدلوهم كيف نصفيوا الوضع على هذا القديم. هو كان ما ظهروليش أنا كان وقتها ما انتقلش حقيقة إلى حاجة جديد كبرت عليه. وفي عرض إتلهاء مع رجال القانون بالشيء اللي حبيته كونهم في لجان سماهم في لجان الآن عليها بن علي وتوعدت معاه نهار جمعة وكلمني في الليل يوم الاثنين الصباح مشيت حداه نهار الاثنين خاطر فما حاجة هامة فيها عند باشا ناس ضبابية. نهار الاثنين مشيت العشرة كان عندي موعد أنا مع جبالي في البيت هنا مع سي حمادي جبالي. حمادي جبالي اللي كنت نعرفه لما كنت مدير حزب بواسطة نجيب القاوي يجيني نتحدثوا في الحقيقة من وقت هذه المئة الظاهرة الإسلامية بالنسبة لي حاجة هامة لابد من تتبعها. كنت أنا نتحدث مع كان حسن الغضباني كان يجيني هنا قبل سي حمادي جبالي بعد 14 جنب في جاكل هنا قبل كان عندنا موعد. نعم في قلت وقت كنت مدير حزب وقتها الحقيقة الاتجاه الإسلامي دهين مسائل فكرية ومسائل اجتماعية ما كانش عندهم وقتها أو ما يعلنوش لأن عندهم رغبة في الحكم. المهم بعد 14 جنب في وعدنا جاي حدايا يعمل لي تليفون كوجا بحذاك الجبالي وعدنا وعد يقول لي عمل لي تليفون قال لي يا سي الهادي توا كلموني موعد مع السي محمد الغنوشي لحداش او ما نجمش نجي حذاك. قلت له حاجه باهيه انا عندي موعد العشرة وانت لحداش نتقابل في الوزاره الاولى. لما قابلت سي محمد الغنوشي قلت له حاجتين همين في الحديث. الحاجه الاولى ما تنجمش تبدا عهد جديد من غير ما تتحدث مع الاسلاميين هم تعرفهم. قال لي هاو مش قابل جبالي ولكن في الحديث كان عنده فكره وأن نجم يتحكم في الأحداث وبدأوا يتحدثوا على عودة الشيخ راشد وهو يقول مش وقته كذا. قلت ما يجيش فعلاش مش وقته فهمتني. شفتوا إلا فما احتياجات عنده محيط نتاعه نتاع محمد الغنوشي نتاع ناس شوية معنا لايكية وشوية معنا. قلت له هاو توا أنا منشوف جبالي ما تشوفوش الاحداث خلينا نشوفوا انا قبل باش من توا نحظوا جو باهي باش تفهم عندك الحق. وفعلا خرجت من الحداه جبالي بعد واحد اخر معاه مشينا في مكتب رئيس الديوان في الصالون بتاعه وحدنا وقلت له يا سي قلت يا سي حمادي او عهد جديد يدير فيه التصالح يجب جمع الناس كل انتم تخوفوا
إذن طاعيو الفكرة متاع قلت أنا بنفسي كنت نتحدث الجميع وقت اللي ما كانش عندكم ميل للسلطة كنت شيء وقت اللي ولا فهم ميل للسلطة ولا شيء ثاني بحاجة تخوفوا قتلوا بحاجة إذن طاعيو هذا قال لا احنا ما احنا ثلاثة مطالب عفو اعتراف ويرجع الشيخ بصفة ما فيش استفزاز قلت هذا كل معقول ياسر وقبل ما يقابل محمد الغنوشي الوزير الأول قلت لمحمد قلت له تحدث معاه ومتفهم ومن الفائدة بس الخط معاه يتواصل وقلت له حاجة ثانية كنت عندي علاقة طيبة مع اتحاد الشغل قديمة كنت أشوف محمد عبد السمسات زاد جماعة اللي حوله يجيبوا له ما يعاب على عبد السمسات قلت له محمد عبد السمسات نعرفه أكثر منك نعرفه من قبل ولكن الوضع صعب اللي يفهم الوضع لأن تبع كيفاش بدأت الثورة وهنا وهنا من الفائدة باش تكون عندك علاقة طيبة هذوما شيء نهار اثنين وقت اللي أنا غادي فؤاد مبزع رئيس جديد خذا مكتب رئيس بوقيبة حذا بيو وعلاقتي قديمة معه نسين سلامي شد فيه بحيث فؤاد نقعد ساعة ولا ساعتين قعدت يمكن أربع سوايع ورجعت ثلاثة والأربعة والخميس من وقتها انقطع الاتصال تماما بالجميع علاش؟ معناها خلافا لما يقال انقطع مع فؤاد مبزع وهو ما يمشي ويجي ما بين البيوم تاعه حتى نتبع شوية ديما الفكرة بتاع دستوري كيفاش نعود الحزب على أسس جديدة نقد ذاتي اعتراف حقيقي للناس على ظلموا من جهة الحزب قيادة جديدة تسمى جديدة قلنا الحزب الدستوري جديد نوع دستور ساعة ساعة يجي حدانا محمد الغنوشي يعطي فكرة أما أنا فؤاد مبزع وبدينا نحضر حتى شكون الهيئة الجديدة اللي نعملوها يكونوا لساتها ما عندهمش ارتباط بنظام بن علي أنا بنفسي ما حطيت نفسي فيها ولو أنا ما أنا هل المجموعة هذه فماش اسم سيد باجي قائد السبسي؟ لا سيد باجي كان عنده علاقة بها لا أما فما ما نجمش نقول لك أما فما برشا ناس كما نقولوا حمد الزغل كما نقولوا محمد شاكر كما نقولوا ما انا هذا ناس الا تساطع اختي ياسر عندها تساطع الا بن علي ما دخلهمش في اللوحه نتاعه وانا وفؤاد المبزع من قال شكون مش يكون منسق خامن على مصطفى الفيلي مصطفى الفيلي بالتليفون قبل متوعدين العشيه من بعد فما مبادره أحمد بن صالح بن السيد خل فيها ما قعدش شنو المبادرة محمد بن صالح أحمد بن صالح وقتها معنا جاء أحمد بن السيد وأحمد بن صالح وطلبوا من فؤاد مبزع باش يعملوا مجلس نتاع حكماء وينجموا هما معناها يشرفوا على الفترة الانتقالية المهم من بعد فكرنا في محمد غرام من بعد فكرنا في بعد فكر محمد غرام ما نجحتش ولا بعدي انا بعد نهار الخميس فؤاد المبزع فكر في محمد شاكر كان يجيني محمد شاكر قعد تجربه نهارين وثلاثه محمد شاكر ما قبلش حتى لين في الاخر ما نجحناش بحيث مساهمتي السياسيه في الثوى هي لقاء مع الغنوشي قلت له على عهد جديد وزين الأسس الجديدة
تحدثنا على النهضة وعلى علاقة تاع الاتحاد، ثم انقطعت تماما. سي الهادي البكوش، بسرعة الوقت قاعد يدهمنا، كيفاش ترى المرحلة هذه؟ لو طلب منك النصح اليوم، كيفاش ممكن نخرج من عنق الزجاج اليوم؟ ماذا تقول؟ أنا الأوليات، الأولية الأولى في تونس الآن، الدولة منها، وقت اللي معتمد يجي 100 واحد لسبب معقول لسبب غير معقول ويخرجوا من مكتبه وحكومة نحية، نفس الشيء بالنسبة للولاة، وقت اللي مركز الأمن ولا مركز السيادة ولا مركز الحرس لسبب أو لغير سبب يقع الهجوم عليه ونهبه، وقت اللي في الإدارات المتوظف البسيط يحكم كما المدير ولا أكثر من مدير، في الحقيقة الدولة اليوم منها. الحاجة الثانية، الشعب تخل في مرحلة ثورية، وأن المصلحة الوطنية ما عادت عندها الأولية، ولات الاعتبارات الشخصية والفئوية والمحلية والجهوية. بالنسبة لي ما تنجمش تواجه وضع تونس بدون أن ترجع الدولة إلى مباشرة مسؤولياتها. الدولة المعتمد الوالي الأمن ويترتب على هدايا، ما دام هدايا مش موجود الأمن يباس مسؤولياته. الأمن الحقيقة قائم مجهود كبير، رغم التهديدات رغم الأخطار، ولكن في رأيي أنا مدام الدولة ما قامتش على ساقيها، مدام ما عملناش وفاق وطني، مش بنعين رئيس حكومة، وفاق وطني بس نرجع الدولة، وفاق وطني بس نرجع الأمن، نجمش في وضع الإرهاب مش تونسي، تونسي وإقليمي وعالمي، عنده رجاله، عنده معتقداته، عنده الأموال، عنده السلاح، ما نجموش نسيئوا الأمن كأنه في مش أخطار. سيدي هادي، خلينا نحكي على تعدد الأحزاب اللي تتكلم باسم الدساترة اليوم، هل هذا يخدم الدساترة وإلا معناتها هذا داخل في تعددية، ولا فماش دستوري واحد، فما عدة أنواع من الدساترة؟ آخر حزب معناتها كونه السيد حامد القروي. الدساترة أجيال والدساترة مداخس وتساتة حساسيات. أن يجتمع كل أولئك ويعملوا حزب واحد باهي إذا كان أمكن، أما صعب. تتبقى مجموعات دستورية فما تقارب بينها، تتنظم، لابد من تشجيع على ذلك. يبقى القدماء، إلا متقدمين في السن، إلا ما بقاش ممكن باش يكونوا طرف أو يدخل في هيكل مثلي أنا. السن هذوما يلزم
الأحزاب المختلفة ذات الموضعية الدستورية يأخذوا بيدها وقت يعمل نشاط وطني يبدأوا معاه، وقت مش يعمل نشاط حزبي ما يدخلوش. أنا موقفي مثلا أنت وعلاقتي متينة وطيبة المسؤولين الدستوريين الكل نشوفهم، محمد جغام، كمال مرجان، سلباجي ترانشي، سلباجي تو مدة ما شفتوش أما نشوف جماعته، أنا لمعاه سلباجي اعتقادي أنا هو اللي يجمع أكثر تساتاته. اللي فهمته من كلامك قبل بشوية معناتها كونه اللي متقدمين في السن كما سلباجي كما سي حامد القروي ترى كونهم يكونوا معناتها من الحكماء متاع الأحزاب الموجودين ماهمش في القيادة ماهمش في المقدمة. سلباجي عنده استثناء. استثناء شنو هو الاستثناء اللي عنده؟ سلباجي جاء في مرحلة تاريخية وقال الكلام اللي يجب يتقال ما أخفيش عليك، بس الناس خايفين من النهضة، خايفين اللجوء بتاعهم هو الباجي. واقعيا الباجي استطاع أن يجمع عدد كبير من المواطنين، هو دستوري، أما معاه ناس نشطين هم الساترة، بعض منهم كان ضد الساترة، معنا نقابيين كبار وعندهم أهمية، معنا طيب البكوش ولا معنا مش كان هو معنا بس نقابيين معها يساريين، أما مع السويد لما عنده الإمكانية باش يأثر على الأحداث يقول القائل رغم السن ينجم، أما اللي عنده سن متقدم كيف نتحدث على نفسي وما عندوش نفس الفرصة باش يأثر على الأحداث لازم يعاون الناس الناشطين شباب ونص شباب لازم نعاونوه. إلى هنا ينتهي حوار هذا الأسبوع ونعيدكم بلقاء آخر في موعد آخر ومع شخصية أخرى.